صنع في العرب، أخبار على مدار الساعة، فمرحبا بكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدين الطيبين، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في هذا الخبر العاجل. بتكليف من الملك العثماني يطير إلى هذه الدولة الإفريقية. بتكليف من الملك محمد السادس يتوجه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني اليوم السبت 6 أبريل إلى كيغالي بجمهورية رواندا. وبحسب رئاسة الحكومة سيحضر العثماني فعالية الذكرى 25 للإبادة الجماعية التي شهدتها رواندا سنة 1994 التي يتم إحياؤها في 7 أبريل من كل عام. ويدخل هذا الحضور في إطار تضامن المغرب مع الشعب الرواندي بهذه المناسبة وإرادته القوية على تطوير العلاقات المغربية الرواندية. غوتيريس يبلغ مجلس الأمن بمستجد حول قضية الصحراء. أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في نسخة مسبقة من تقريره الجديد الذي قدمه إلى مجلس الأمن حول الصحراء أعضاء المجلس أن المغرب يواصل الاستثمار في الصحراء المغربية، مشددا على أن الساكن المحلي ستستفيد بشكل مباشر من هذه الاستثمارات وتتم استشارتها بشأنها. وأبرز غوتيريس في هذا التقرير الهدوء والاستقرار اللذين يسودان في الصحراء المغربية، وتجدر الإشارة إلى أن الاستثمارات الكبيرة التي يقوم بها المغرب في أقاليمه الجنوبية أثارت إعجاب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء هوريست كولر. خلال زيارته في يوليو 2018 لمدن العيون والداخلة وسمارة كما ورد ذلك في التقرير السابق للأمين العام في أكتوبر سنة 2018. ويقر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بالجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في منطقة الصحراء في إطار النموذج التنموي الجديد المرتكز على التنمية المستدامة وتشغيل الشباب. وتشهد هذه المنطقة التي لم تكن تحظى بأي تنمية اقتصادية قبل عودتها للوطن الأم سنة 1975 إنجاز مشاريع ضخمة بفضل استثمارات عمومية تقدر ب 8 مليارات دولار. وتشمل هذه المشاريع جميع المجالات لا سيما البنى التحتية والصناعة والخدمات والزراعة والصحة والتربية والسياحة والنهوض بالثقافة الحسانية. وأشار الأمين العام كذلك إلى قرار البرلمان الأوروبي المعتمدين في 16 يناير و 12 فبراير من سنة 2019 والذين وافقا من خلالهما على توسيع تنفيذ الاتفاق الفلاحي واتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ليشمل الصحراء المغربية. وأورد الأمين العام في هذا الصدد فحوى رسالة المغرب بشأن اعتماد هذين القرارين والذي يشكل تتويجا لمسلسل مفاوضات مع الممثلين الشرعيين لساكنة الصحراء المغربية. وتكرس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بهذا الاعتراف جهود المغرب من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لأقاليمه الجنوبية. فتح الحدود المغربية الجزائرية بعد رحيل بوتفليقة، خبير يكشف التفاصيل. رغم موجة الفرح التي اجتاحت الشارع الجزائري مطلع الأسبوع الجاري بعد تأكيد استقالة الرئيس المنتهي ولايته عبد العزيز بوتفليقة، فإن العارفين بخبايا الأمور في الجارة الشرقية للمملكة يرسمون وضعا مخالفا قد لا يعكس بالضرورة ما أحسه الجزائريون بعدما تخلصوا من العهد الخامسة للرئيس عبد العزيز. وارتباطا برحيل بوتفليقة فإن الحالمين بإحياء
اتحاد المغرب العربي يطرحون السؤال الذي تكرر لسنوات، هل تفتح الحدود المغربية الجزائرية بعد رحيل بوتفليقة؟ محمد العمراني بوخبزة المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية ليس متفائلا بهذا الشأن، إذ يرى أن الأمر ليس مرتبطا بالرئيس بل بالمؤسسة العسكرية، موضحا أن قائد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري الذي خرج قويا من الحراك الأخير هو من يدبر ملف الصحراء ويوجه ما يتعلق به. وأضاف المحلل السياسي بوخبزة في تصريح للأيام 24 أن الملف طالما سيبقى مرتبط بعقلية جزائرية لن تتغير، تؤمن بربط العذاء للمغرب باستقرار الجزائر، لذا سيكون من الصعب المراهنة على تغيير من نوع معين. وأكد بوخبزة أنه لا شيء تغير ونفس القوى هي من يحدد الملفات الكبرى للدولة بما فيها قضية الصحراء ومسألة الحدود، لأن النظام العسكري هو الأساس ولا يمكن أن نراهن على غير ذلك إلا بنظام ديمقراطي جديد. وزير الداخلية الليبي: حكومة عربية أعطت الضوء الأخضر لحفتر بالتقدم نحو طرابلس. أكد فتحي باشاغا وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبي اليوم الخميس أن دول عربية هي التي منحت الضوء الأخضر للتحرك العسكري لحفتر باتجاه العاصمة طرابلس. وقال باشاغا في تصريحات لقناة ليبيا الأحرار إن رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز سراج ذهب إلى أبوظبي بنية الوصول لحل سياسي وقدم تنازلات لحفتر من أجل الشعب الليبي، ولكن حفتر غادر بالاتفاق. وأضاف باشاغا أن سراج وافق على مطالب حفتر بأن يكون القائد العام للجيش، لكن تكشفت نية الطرف الآخر الذي أراد أن يغدر بقوة السلاح. وقال وزير الداخلية الوفاق: من اليوم وصاعدا لن نثق في وعود المجتمع الدولي وسنعتمد على أنفسنا في صون بلادنا. من جهة أخرى، ذكرت مصادر أمنية اليوم أن زوارق بحيرة حربية التابعة لقوات حفتر قامت بإنزال عسكري في قاعدة سيدي بلال البحرية الواقعة 17 كيلومترا غرب طرابلس. وتوقع مراقبون أن تكون تحركات حفتر جاء بعد دعم سواء سياسي أو عسكري من قبل حلفاء حفتر من الإمارات والسعودية ومصر، خاصة بعد زيارة الأخير للرياض قبل أيام، لكن البعض اعتبرها خطوة ليبيا وفقط أنه مخطط لها منذ فترة. وفي وقت سابق أمس الخميس أعلن حفتر رسميا انطلاق عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس وسط تحفز من حكومة الوفاق لصد أي تهديد، ودعوة من بريطانيا لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث التطورات الأخيرة في ليبيا عصر الجمعة. الأمن المغربي يبطل أضخم عملية لتهريب الحشيش على ظهور الإبل. علم لدى المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة زاغورة أن استغلال معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أسفر في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة عن ضبط 10 إبل محملة بكمية من المخدرات يفوق وزنها الإجمالي طن من مخدر الشيرة. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عمليات البحث والتفتيش قد مكنت من ضبط هذه الكمية من المخدرات على مستوى منطقة أشكاكة على بعد 45 كيلومتر جنوب غرب مدينة محميد الغزلان، وقد تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد ارتباطاتها المحتملة بشبكات التهريب الدولي للمخدرات. التصفية مستمرة، إقالة رئيس جهاز المخابرات الجزائرية ونقل المسؤولية عنه إلى الجيش. أعلنت قناة النهار الجزائرية اليوم الجمعة إنهاء مهام رئيس جهاز الاستخبارات اللواء عثمان طرطاق، والذي يعتبر من أشد المواليين للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة وشقيقه السعيد.
وذكرت القناة أيضا قبل قليل أن الإشراف على الجهاز الحساس قد جرى نقله إلى وزارة الدفاع، بدل مؤسسة الرئاسة التي نقل إليها على عهد بوتفليقة. يأتي ذلك فيما بدأ الجزائريون اليوم الجمعة في النزول إلى الشوارع للمشاركة في مظاهرات مليونية، تأكيدا على مواصلة الحراك الشعبي لمسيرة إسقاط رموز النظام السياسي الحاكم، والتأكيد على سيادة الشعب في تقرير مصيره خارج دوائر السلطة. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الخبر. لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ودعمنا بزر الإعجاب. نلتقي في الخبر اللاحق. دمتم في رعاية الله وحفظه.